وقيم الشهداء وأصول حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وفق مبادئ الأمة الديمقراطية. أقسم تتجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن 500,000 ليرة سورية كل من واحد أخل بإحدى الطرق العلانية باحترام الواجب للقاضي أو الهيئة القضائية بشأن دعوى أو بمناسبتها. 2. حاول بسوء قصد عن طريق الأمر أو التهديد حمل عامل عام باختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجبها القانون. السادس كله يتعلق بالإخلال بالاحترام الواجب السلطة القضائية وحصانة القضاء. واضح يعني أي إخلال بالطرق العلنية سواء تشهير أو قول أو عمل أو فعل هو نفسها مشمولة المادة ما تحتاج. جهة التحقيق قد حضرت إذاعة شيء منه. 2. أخبارا مقترنة بأسماء أو صور ذوي الشأن في التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى الزوجية أو النسب أو التفريق أو النفقة أو الحضانة عوقب بالحبس شهرا على الأكثر أو بالغرامة 100,000 ليرة سورية. 2. إذا اقترف الفعل بالشدة الجسدية أو النفسية عوقب الفاعل بالحبس 3 أشهر على الأكثر أو بالغرامة 500,000 ليرة سورية. 3. تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنين إذا استعمل السلاح أو سانده أكثر من شخص ولو كانوا غير مسلحين. 102. يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة حتى 500,000 ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني بدون علم صاحبه أو حتى من قدرة نطاق على الإنترنت على التحكم فيه.